بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، متوسلين به إليك وبكل دعوة داع وصيام صائم وتلاوة تال وذكر ذاكر وعبادة عابد وصلاح صالح وإقبال مقبل، نتوسل بهم جميعا إليك يا رب ألا تحرمنا فضلك العظيم، فإننا فقراء والصدقات للفقراء، فالصدقة منك علينا ونحن الفقراء وأنت الغني يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عن من سواك. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما حيينا يا رب العالمين. وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا ومرضانا وموتانا وكل من سألنا الدعاء، وكل من انتمى إلينا وانتمينا إليه، وكل من وافقنا ووافقنا وأحببنا وأحبنا، وكل من خالفنا وخالفنا، وكل من ذمنا. اللهم إنا نشهدك أننا سامحناه جميعا يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم مثل ما جعلت لنا من الخير، واجعل لهم نصيب في كل دعوة دعوناها لأنفسنا ولأحبابنا، واجعل لأقاربنا ووالدينا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وذريتهم وكل أقاربنا ورحمنا يا رب العالمين، اجعل لهم أوفر نصيب مما دعونا في كل دعاء ندعوه، في كل عبادة نعبدك إياها يا رب العالمين، حتى إن لم نكن وصلين للرحم في الحس نكون وصلين للرحم بالدعاء يا رب العالمين، برحمتك أرحم الراحمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومي وعلوم مشايخي وتلامذتي وقراء مصنفاتي وشرحي في الدارين آمين. الدرس الأخير في بهجة النفوس هذا الموسم، وإن شاء الله لو لسه في عمر وعافية نلتقي بقى نكمله في رمضان القادم في تراويح، لأن هذا الكتاب لا نفتحه إلا في تراويح رمضان فقط، يخلص رمضان نقفله، يجي رمضان نفتحه، فارتبط برمضان، ودي السنة 15 في الكتاب، يعني ده 15 رمضان، كان المفروض يبقى 16 رمضان، بس في رمضان الكورونا إيه توقفنا فيه اللي هو رمضان الماضي، فإن شاء الله نتمه بإذن الله ربنا يعني يبارك، لأن محتاجين كده قد 5 رمضانات كمان عشان نتمه، لو أعلم بقى هنتمه ولا تلامذتنا يتمه ربنا يسهل. كل واحد عدى 63 يعرف أنه عايش في الوقت الضايع، لأن أغلب عمر النبي إيه 63، بين 60 و70، فكل واحد بقى يبقى مقرب في الحتة دي يعرف أنه في أي وقت يجيله استدعاء بمرض أو من غير مرض، خد بالك يعني. فالحمد لله ربنا جعلنا مستعدين، وإحنا سعداء لأن هذا النهاية فيها لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال للمؤمن أنا لك أن تستريح، فالحمد لله ربنا يكرمنا ويجعلنا كده في كمال الاستعداد في أي لحظة، ونلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم فرحين به وفرحان بنا يا رب العالمين. الحديث 14 بعد 200، حديث كراهية الأكل في أواني الكفار وجواز أكل مصيدة بالكلب المعلم وغيره. الحديث ده فيه فقه كتير، فعايزين بقى النهاردة درس فقه فناخد بالنا. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه بإسنادي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من أنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل،
وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. شفت النبي جميل ازاي، اجابته جميلة ازاي، وافية. العرب زمان من فصاحتهم مش محتاج حد يشرح، خلاص هو يسمع كده من النبي خلاص بقى فقيه. ليه؟ لان اللغة عنده قوية، فبيفهم ايه بمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة على طول. يعني فكل يبقى ما يعني لو متوفرتش الشروط دي ما تاكلش، فهمت؟ يبقى هو لما قال له هتاكل من ايه معناه لو لم تتوفر هذه الشروط يبقى اوعى تاكل. فيقول هنا ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام. الأول جواز الأكل في أنية أهل الكتاب بعد الغسل إذا لم يوجد غيرها، يعني لا يجوز أنك تأكل في أواني الكفار، يعني جارك مسيحي ولا يهودي ولا بوذي ولا على أي ملة غير ملة المسلمين، ده اسمه كافر، كويس؟ فساعات الناس كانت تستلف من بعضها الأنية. لو كانت الأنية بتاعت زمان الخشب دي والفخار مش الخزف، لما بتحط فيها حاجة نجسة بتتشربها، مش كده برضو؟ فيصبح الإناء متنجس، بيطبخ خنزير، بيطبخ مش عارف إيه، بيحط خمرة في إناء فخار أو إناء خشب، ففي مسام تقوم تتشربها، يصير الإناء إيه متنجس. ففي الحالة دي يقولك ما تاكلش منها لأن صار الإناء متنجسا، إلا لضرورة قصوى ما عندكش إناء، فساعتها خده واغسله. بس اغسله إزاي؟ ثلاث مذاهب. المذهب المعتبر فيها طريقة الغسل انك تنقعه في المية مدة طويلة حتى تتشرب الماء المسام فتخرج منها النجاسة، كويس؟ ده المذهب المعتبر. كل ده في الآنية المتشربة. طب افرض صيني زجاج بلاستيك ملوش مسام، يبقى اغسلها اشطفها وكل بس وخلاص، تشطف وتاكل بيها، فهمت بقى ازاي؟ لكن النبي لما قال له ما تاكلش منها لان كان غالب الآنية في عصر النبي فخار وحنتم ودباء ويسموه مقير او مزفت، هي دي الأنية بتاعته. كان يجيب لك ايه مثلا جزع شجرة كده، جزع شجر ويروح قطعه ويروح حفر شوية كده ويعمله زي ايه حلة. طب ما انت لو حطيت فيه حاجة نجسة هيتشرب النجاسة في كل ايه جزاء، ساعتها لما تيجي تاكل فيه مش هتنفع، فهمت؟ لانهما لا يتحروا النجاسة، المسلم بيتحرى النجاسات، هو ما يتحرش النجاسات. يحط خمرة يشرب تنجس، يحط خنزير، يحط حتى ايه لحم غير مزكى ميتة والميتة نجسة ويطبخ فيه، كل ده بقى ما ينفعش، فهمت بقى ازاي؟ يبقى لكن احنا الحمد لله الأنية بتاعتنا دلوقتي بقت أنية ما بتتشربش، ما يوضع فيها. بقى عندنا أنية زجاج وعندنا صيني وعندنا خزف وعندنا حاجات كتير وسيراميك وجرانيت وحاجة بقى سبحان الله حاجات كتيرة كده، يبقى كتيرة وألمونيا ومش عارف ايه وكلام ونحاس وحاجات كتيرة بتطلع، فدي ما بتتشربش. فدي لما تاخدها من جارك المسيحي كل اللي تعمله تشطفها بس، شطفها كويس المية وكل فيه، كويس؟ واضح الكلام؟ وما تاخدش من جارك المسيحي حتى هذه الأنية إلا للضرورة، لو ما عندكش أنية. لكن لو عندك أنية متشكرين أو جزاك الله خير، فهم؟ عشان كده النبي قال له إيه، قال له إيه لا تأكله، الحكم الأصلا ما تأكلش في أنية إيه الكفار، ده أصل الحكم الأصل. ولكن عند الضرورة إن لم تجد غيرها فخذها واغسلها ثم كل فيها لأجل الضرورة، واضح؟ دي أول حاجة. يا الله يا كريم، أول حاجة ظاهر الحديث جواز الأكل في أنية أهل الكتاب بعد الغسل إذا لم يوجد غيرها. الثاني جواز أكل ما صدته بقوسك أو بكلبك المعلم إذا ذكرت اسم الله تعالى أدركت زكاته أو لم تدرك. إحنا عارفين أن التزكية، تزكية الحيوان عشان يصلح للأكل تتم بإيه؟ بإحدى أربع طرق، ما لهاش خمسة، بإحدى إيه؟ أربع طرق، احفظهم معاي. ده الإيه؟ الحيوان مأكل اللحم، الحيوان مأكل اللحم ده عشان أزهق روحه علشان أكله لازم أزهق روحه بإحدى أربع طرق، الذبح والنحر، كويس؟ في المقدور عليه، المقدور عليه اللي هو قدامي ماسكه، أذبحه إن كان إيه مالوش رقبة زي الخروف مالوش رقبة. الذبح معناه إيه؟ أقطع بين الرأس والرقبة، ده اسمه الذبح، كويس؟ وأذبح إيه الحلقوم والبلعوم والودجين، واضح؟ عشان يبقى الذبح مظبوط.
اللي هو مجرى الطعام والهواء وايه والدم، اذبح الاثنين دول. واما اذبح اقول ايه؟ بسم الله الله اكبر. يبقى في المقدور عليه اول حاجه الذبح او النحر. النحر اللي هو ايه؟ طويل الرقبه، جمل اجي في اخر ايه رقبته، يعني مش شرط ان انا ايه انيم الجمل وهو واقف كده، اجي عند ايه نهايه رقبته واروح ايه شرطه كده واسيبه وهو واقف لحد ايه يطرطر الدم منه كده ويخور لحد ما اذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وجبت يعني وقعت على جنبها، فدليل على ان الجمال بتنحر ايه واقفه، ويسمها نحر مسموش ذبح. الا لو جبت سلم بقى وطلعت وايه وقطعت الراس فوق، دي مش مطلوب. يبقى برضو الزرافة، لو قلنا الزرافة يجوز أكلها تبقى تنحر، لو قلنا النعامة بناكلها تبقى بتنحر. والنعامة يجوز ذبحها، وما ينحر يجوز ذبحه، وما يذبح يجوز نحره. فهمت ازاي؟ يعني المقصود يعني افرض ان الجمل كان رائع على الارض، فانت جيت بين راسه ورقبته كده ورحت ذبح، يجوز اكله مع انه اصلا بينحر. يبقى ما ينحر يجوز ذبحه، وما يذبح يجوز نحره. يبقى في المقدور عليه يزكى بطريقتين، الذبح والنحر. فهمت؟ غير المقدور عليه بيزكى بطريقتين، غير مقدور عليه وقريب منك حاجه اسمها العقر. العقر يعني ايه العقر؟ لما تلاقي مثلا ايه جاموسه اعزكم الله يعني واكرمك الله باكلها، واخد بالك؟ جاموسه وقعت في بير، فهمت ازاي؟ بقت راسها تحت ورجليها فوق بترفص، والجاموسه وزنها يجي 500 كيلو، هطلعها ازاي؟ دي صعبه عشان اطول ذبحها، ولو سبتها هتفطس وتموت في طيس وتبقى ميته. اعمل ايه في الحاله دي؟ اجي بين فخدها وبين جسمها واروح دابح كده عقر واقول بسم الله الله اكبر، يطلع الدم، وبعدين اطلعها حته حته واكلها. يبقى اسمه ايه؟ العقر. في غير المقدور عليه القريب، زي المثال اللي اديته لك ده. طب غير المقدور عليه البعيد، الصيد بقى، اصطاده بقى. فهمت بقى؟ يبقى الصيد غير المقدور عليه البعيد، والعقر المقدور عليه القريب، غير المقدور عليه القريب، والمقدور عليه اما ذبح او نحر. فهمت الطريقه؟ سهله. طيب الصيد بقى ده بيتم بعده طرق. بيصبح السكين بتاعتك اللي انت بتذبح بيها القريب ده، اصبحت هذه الآلة هي الكلب المعلم. فهمت؟ فالكلب المعلم ده توقفه جنبك يشوف الغزالة انت من بعيد وانت معلمه بقى. عارف الكلب المعلم يعني ايه؟ يعني لما يشوف الصيد ما يتحركش الا يبصلك، ما يبصش للصيد، يبصلك انت لما تقول له بسم الله الله اكبر يجري. انما الكلب الغير معلم يجري لوحده، فاهم؟ لانه مش متعلم، بيجري يصطاد لنفسه يلاقي غزاله تجري. لكن الكلب المعلم اول ما يشوف غزاله يبص لصاحبه، هيشاور له يروح ولا لا؟ ادي الكلب المعلم، فاهم؟ فانت شفت الغزاله بعيد والكلب بتاعك جنبك اللي انت معلمه، تروح عامل ايه؟ بسم الله الله اكبر، يروح هو منطلق كانك رميت سكينه، اصبح الكلب ده كان السكينه رمتها، فاهم؟ يروح لحد ما يروح قابض لك عليها. لو قبض عليها الكلب المعلم بقى يقبض عليها وما ياكلش منها لحد انت ما تيجي. فهمت بقى؟ ده متعلم. لكن الكلب غير معلم يقعد يتسلى وياكل منها شويه على ما تيجي، يبقى ده كلب لسه ايه في الحضانه، فاهم؟ طيب الكلب المعلم اما بيمسك المصيد ده ممكن يصطاده في مكان بعيد، على ما اوصل انا لو لقيت المصيد ده في لسه حركة الذبيح، يعني ايه؟ يعني لسه في الرمق، يبقى وجب عليا هنا ذبحه او نحره. فهمت؟ لو لقيته نفد منه الرمق يبقى يجوز اكله، لانه ده كلب معلم. طب الكلب الغير معلم بقى جري لوحده ومسكهولي وقعد ياكل منه شوية، وبعدين على ما وصلت لقيت لسه في روح قبل حركة الذبيح يسموها، فهمت؟ رحت انا مزكيه اكله. لكن لو وصلت لايه للي مسكه الكلب الغير المعلم ده ولقيته ميت، ما اعرفش شكله. فهمت بقى ازاي؟ وممكن كمان القوس نفسه، القوس بتاعك انت بتقول بسم الله وتشد كده الله اكبر على الغزاله دي، فراح يصطاد غزاله تانية،
ما تاكلهاش على اللي انت قصدتها، فاهم؟ لو ادركتها بقى وفيها لسه رمق والايه والسهم فيها تزكيها، لو ادركتها وماتت وانت قايل بسم الله الله اكبر يبقى ايه تاكلها. واضح؟ فهمت القصه بقى ازاي؟ عشان كده يقول لك ايه، وما اكل السبع الا ما زكيتم. شفت الايه بتقول ايه؟ يعني افرد السبع اصطاد لنفسه. سبع ده مش تبعي، ده اسد في الغابه جري اصطاد ايه غزال، فابتدى ايه اصطاد الغزاله وكبلها وكتفها وعورها ومشي وسابها. فانا ادركت الغزاله وهي معجزه لكن لسه فيها رمق، ازكيها واكلها، ادي معنى الا ما زكيته. فهمت بقى؟ لكن لو ادركتها ميته ما اكلهاش. فهمت بقى القصه؟ يبقى احنا عرفنا كده ازاي نزكي، بنزكي بالذبح والنحر للمقدور عليه، والعقر الغير المقدور عليه القريب، والصيد غير المقدور عليه البعيد. لابد الحاجه اللي هي اصطاد بيها تخترق وتنهر الدم. يعني انا لو رميت طوبه على غزاله يبقى دي اسمها مترديه، ما تنفعش تاكل لانها ما تخرجش الدم. فهمت؟ لو رميت مثلا طلقه رصاص، بس طلقه الرصاص دي عجزتها لكن ادركتها في حياه مستقره، ده بحدها اكلها لكن قتلتها ما اكلهاش. لابد يبقى الايه الاله اللي تصطاد بيها تنهر الدم. فهمت بقى؟ تخترق الجسم وتطلع دم. واضح؟ او سكينه، انت ماسك سكينه كده وتروح رميها، تروح السكينه تلف 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 لا داخله فيها، يجوز تاكلها حتى لو دخلت في بطنها، مش شرط تدخل في رقبتها، تدخل في اي حته فيه. فهمت بقى القصه ازاي؟ علشان لما تروح تصطاد تبقى تجيب لنا حاجه ناكلها معاك وتكون حلال يعني. فهنا بيقول لك كده، يبقى جواز اكل ما صدته بقوسك او بكلبك المعلم اذا ذكرت اسم الله تعالى ادركت زكاته او لم تدركه، طالما معلم. الكلب المعلم قلت لك علامات التعليم ايه؟ انه لا يتحرك الا باشارتك، واذا اصطاد لا ياكل حتى تاتيه. وشرط انه لا ياكل حتى تاتيه دي الملكيه قالوا لا، حتى لو كل ما يجراش حاجه، طالما اتحرك باشارتك يبقى معلم برضه. الشافعيه قالوا لا، احنا ما ناكلش الا لو الكلب ما كلش من ايه؟ من المصيد لحد ما اجي، والا يبقى كلب غير معلم. الا اذا ادركت في حياه مستقره فزكيته يبقى معلش. فهمت الفرق بين الشافعيه وبين الملكيه في الحته دي؟ طيب، والثالث ما صدت بكلبك غير المعلم فلا تاكل الا ما ادركت زكاته. والكلام عليه من وجوه، منها التنزه عن استعمال اواني اهل الكتاب مع وجود غيره. الثاني إذا لم يجد غيرها جاز استعمالها بعد غسلها بالماء، يؤخذ ذلك من أنه صلى الله عليه وسلم لم يبح له الأكل في أنية أهل الكتاب بعد الغسل إلا عند الضرورة وهو عدم غيرها. وأهل الضرورات لهم حكم خاص بهم، وقد اختلف العلماء في الأنية المتنجسة، ما عدا طبعا الزجاج، لأن الزجاج ما بيتنجس، تشطفه بمية خلاص، لأن لا يتشرب ما يوضع فيه، فإنه لا يداخله مما جعل فيه شيء، فالغسل يطهره. وما عدا من الأواني التي قد يختلط ما جعل فيها ببعض أجزائها اللي تتشرب يعني، مثل أنية الخشب والحنتم. الحنتم دي أنية كانوا بيعملوها من قرع العسل، يجيب قرع العسل كده، انت عارف القرع العسل زي الشمامة كده، يروح ايه قطعها نصين ويفرغ اللب منها ويسيبها تجف تبقى زي الإناء، ويحط فيها بعد كده ايه حاجة ويشربها وكلام منه، ده اسمه الحنتم. مثل أنية الخشب والحنتم وما أشبههما على ثلاثة أقوال، قول بأنها لا تطهر فدي ما ينفعش بالغسل، وقول تاني يقول لك وأنها تطهر ده قول تاني بالغسل على سبيل الرخصة عند الضرورة، والقول الثالث وهو الأرجح بالتفرقة، أولا بأن يطول مكث الماء في الإناء في الماء الزمان الطويل فتطهر، وإن كان قليلا يعني مدة مكث الماء فيه قليلة فلا تطهر، عشان تدي فرصة للمية انه تتشربها يعني. وفيه دليل على ان الحكم في الامور للغالب عليها، يؤخذ ذلك من انه لما كان الغالب من احوال اهل الكتاب ان النجاسة تحل في اوانيهم اعطوا حكم النجاسة، يؤخذ ذلك من قول عليه الصلاة والسلام فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، ويلحق هذا في الحكم اهل البطالة. اهل البطالة برضو يعني الناس اللي هم ايه سمعتهم بطالة،
تروح البطنيه، تروح الحتت اللي فيها الناس اللي ايه الخمرجيه دول والبتاع، وبالرغم انهم مسلمين تحتط في انيتهم برضه، لان دول اهل بطاله، ما انت بتعرفش يمكن حاطط خمره، حاطط بلاوي، ما تعرفش انت بيعمل ايه. يبقى اهل البطاله يحتط منهم برضه، وتحمل ثيابهم كمان اهل البطاله على النجاسه، لانه ما بيعرفش يستنجى، يخش يتبول ويطلع البول بينقط، يروح لابس تلاقي ثوبه كله بول، فحتى ثيابهم برضه تحمل على النجاسه احتياطا، فهمت؟ وتحمل ثيابهم على النجاسه لانها الغالبه عليهم في كثره احوالهم، وقد عدى الفقهاء دي العله في ثياب شارب الخمر انه لا يصلي بها حتى تغسل، او لا يصلى بها حتى تغسل، ومنها لان الخمر عندنا كالبول بالظبط، فهمت ازاي؟ فلو هو بيشرب خمره ممكن ينقط نقطه على ثيابه، فيبقى كان ثيابه بقت فيها ايه متنجسه، فما ينفعش انه يصلي بثيابه دي اللي شارب فيها الخمر الا ويغسلها، مخافه ان يبقى في شويه ايه نقط وقعت عليه هو مش واخد باله. ومنها وجوب التسميه على الصيد، يؤخذ ذلك من تكرارها في كل نوع من انواع الصيد. شوف النبي يقول له ايه، ما سميت علي فامسك فكل، وما سميت، شوف كل مره يقول له ما سميت سميت سميت، فدليل ان التسميه ضروري. وجوب التسميه على الصيد يؤخذ ذلك من تكرارها في كل نوع من انواع الاصطياد، وافصاحه عليه السلام في جميع الانواع بقوله ذكرت اسم الله، ومنها قوله بقوسي، واباح له عليه الصلاه والسلام اكل ما صاد به اذا ذكر اسم الله عليه ادرك زكاته او لم يدركه. وهل هذا خاص بالقوس دون غيره من السلاح او يحمل جميع السلاح عليه؟ فإن قلنا يتعدى الحكم بوجود العلة، فجميع السلاح المحددة التي تفري يعني تقطع وتنهر الدم يجوز ذلك بها، مثل الرمح والسيف والسكين وما أشبه ذلك، وقد نص على جواز ذلك أهل الفقه في كتبهم على ما هو هناك مذكور. وكذلك نقول في قول عليه الصلاة والسلام وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل، يتعدى الحكم إلى غير الكلب المعلم من جميع الحيوانات التي تفترس، أنه إذا كانت غير معلمة وصيد بها الحكم فيها كالحكم في الذي صيد بالكلب غير المعلم، وكذلك ما صيد بالآلة التي ليست بمحدودة مثل الحجر والعصا وما أشبه ذلك، إذا صيد بها ما يدرك زكاته من ذلك أكل، إلا لم يؤكل منه، وإلا لم يؤكل منه شيء، يعني وإلا لم يدركها فيها زكاة فيها نفس يبقى ما يأكلهاش. وفي دليل على أن الحكم إذا نيط بعلة، نيط بعلة يعني ارتبط بعلة، أدي معنى نيط بالعلة يعني ارتبط بعلة، إذا نيط الحكم بعلة فعدمت ارتفع الحكم، يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام في الكلب غير المعلم أنه لا يؤكل ما صيد به إلا إن أدرك زكاته، فدل على أن التعليم في الجارح يبيح ما صيد به وإن لم تدرك زكاته. وفي دليل على أن من حسن جوابك للسائل أن تعيد صيغة لفظه فيما سألك عنه وتجاوبه على كل نوع على حدة، يؤخذ ذلك من تكرار سيدنا صلى الله عليه وسلم بلفظ ما سأله السائل عنه وجاوبه على كل نوع منها على حدته بقوله عليه الصلاة والسلام أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب إلى آخر الحديث. وفيه دليل على أن ما لم يتحقق نجاسته يكره استعماله من غير ضرورة، ويجوز استعماله عند الضرورة بلا كراهية، يؤخذ ذلك من كون سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم منع الأكل في آنية أهل الكتاب مع وجود غيرها، لأن تلك الآنية التي أكل فيها ليست النجاسة متحققة فيها بل هي مظنونة، فمنع عليه السلام استعملها مع وجود غيرها وأباحه عند الضرورة وهو عدم غيرها. وفي هذا الوجه دليل لأهل الصوفة أنهم يظنون في أنفسهم كل مكر وخديعة، فلا يستعملون ما تشير به عليهم شيئا إلا إن كان موافقا للكتاب والسنة، بعدما يلجأون في ذلك إلى مولاه خوفا أن يكون تحت ذلك من وجه ما، كما ذكر عن بعضهم أن نفسه يعني إيه أهل التصوف لما نفسه تحدثه بفعل طاعة يتهمها، لأن النفس طبيعتها ما تحدث بالطاعة، تملي تحدث بالشهوة، تحدث بالإيه بالرغبة، تحدث بحاجة فيها مدح فيها حظ ليها، والطاعة ملهاش حظ. لكن لما تيجي نفسك تقول لك إيه روح استشهد في سبيل الله، إيه الحكاية يعني؟ فأنا النفس بتاعتي بقت واعظة يعني من الوعاظ يعني، فهم؟ فلازم تتهمها بقى وتحلل المسألة، فهمت؟ فبيقول لك إن كان في واحد من الصالحين إيه لما دخل التتار
نفسه، قالت له هو كان متفرغ بقى لجهاد نفسه ومجاهده نفسه وكده، فقالت له ايه، روح جاهد مع التتار تموت شهيد، ازاي تقعد انت هنا؟ قاعده نفسه تلح عليه. فبقى يصلي يقول يا رب يا رب الهمني رشدي، ازاي نفسي بتأمرني بطاعه انا شاكك فيها، يا رب بين لي. ان نفسه رغبته في الجهاد ووكدت ذلك عليه، فقال لا هذا عندي محال ان يكون هذا منك على وجهه، لا انت من وراك لؤم لئيمه، لان الجهاد من اقرب القرب، ما افعل ذلك حتى اسال الله تعالى في امرك. فسال مولاه سبحانه ان يطلعه على ما ابطنته، فقيل له في النوم انها قد سئمت من القيام والصيام، فارادت ان تموت في الجهاد لكي تستريح منك ومن تعبك، ويبقى لك حسن الثناء بعد الموت، عشان يبقى ليها شهره برضه، بتدور على الشهره. هي الوقت انت قاعد تقتلها في مكان ما حدش شايفها، لكن هي عايزه تموت في حته كل الناس شايفاها، يقولوا لك الشجاع فلان البطل، يبقى هي عملت سمعه وماتت، المهم عايزه تذكر وخلاص، فهمت؟ فقال لها ما لي جهاد الا فيك يا مجرمه، ولا ازال اقتلك بالقيام والصيام حتى تموتي، لانهم سمعوا فيها قول مولاهم حيث قال تعالى ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، بالنبوه، لان ده كلام سيدنا يوسف على الراجح، النفس أمر بالسوء إلا ما رحم ربي وقد رحمني بالنبوة، فنفسي لا تأمرني بالسوء. آدي معنى الآية. فمن رحمتي عز وجل بهم أن ألهمهم مخالفتها وتهمتهم لها، إلا حيث جاء الأمر بالنظر لها في وجهي في وجه ما فنظرهم لها في ذلك الوجه ليس لها، وإنما هو من إجلال الأمر بذلك. فمن أتم الشجاعة والرجولية مقاتلة العدو، ومن أدب الجهاد قتال من يليك من الأعداء، يعني تقاتل القريب منك بدل ما تدور على البعيد. وأقربهم إليك نفسك وهواك، ففيهما فجاهد إن كنت ذا بأس وشطارة، وإلا فوصف الخنوثة بك أولى. والله تعالى أعلى وأعلم، ونقف عند هذا الحد، ونلتقي بكم في رمضان القادم في التراويح في هذا الكتاب إن شاء الله، يعني زوروني في السنة مرة، وربنا يكرمنا ويتقبل منا ويعيد علينا رمضانات عديدة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إن الله وملائكته. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه.